ورجعنا لكم دلوقتي من الفاصل، ومش عايزه اقول لكم اللي هو قدر يخلص العزومه في وقت قد ايه. ده انت ما كملتش نص ساعه وخلصت الدنيا كلها. ايه ده؟ ده انا قلت لي يعني عمرك ما هتخلص. لا ما شاء الله. قولي بقى عملت ايه بقى كده؟ عملنا رز البسمتي اللي احنا قلنا عليه. هو خلص ولا لسه؟ هو رز البسمتي كده خلاص خلص. تمام كده خلص. طبعا يا استاذه دلال انت عارفه ان رز البسمتي انواع. واهم حاجه في الرز البسمتي ان هو يتغسل كويس. تمام. مره واثنين وثلاثه علشان النشا اللي فيه. اول مره مش هينفع اسيبه في الميه. ناس بتنقعه شويه. ما هو لازم يتنقع شويه، بس بنقعه مره وبصفي الميه وبنقعه مره ثانيه. تمام. علشان المره الاولانيه النشا اللي فيه ممكن بعد ما يستوي هتلاقي فيه ايه؟ في الطعم هتحس بطنه في الطعم. فلازم يتغسل مرتين. وبشتغل بيه طبعا. انا نزلت بالزيت عادي او زيت الزيتون. تمام. ونزلت ظبطت الشوربه بتاعتي. انا عملته بلون. اللي هو الكركم، لون الزعفران. الكركم والزعفران. لون زعفران. بس انا اسمع الزعفران غالي قوي، صح ولا هو غالي؟ بس انا عملته بلون الزعفران. انت حطه يعني عينه كده، ما تحطوش. ما هو هو عينه بسيطه. تمام تمام. وظبطت شربته. هو العاده كل رز البسمتي بياخد كله نص ميه، ده مش كله رز، او على حسب اللي بيعمل. انا طبعا في الافراح لما اعمل 20 كيلو او 25، انا ممكن في الحاله اللي انا شغال بيها بقدر احدد المعيار بتاعي. خلاص. بس الطبيعي مثلا، طب نقول مثلا في البيت الكوبايه الرز البسمتي بياخد قد ايه ميه؟ تاخد كوبايه ونص. كوبايه ونص. تمام ماشي. رز يكون منقوع كويس تاخد كوبايه ونص. انا تمام. طبعا مش بعاير بالكوبايات، على حسب شغلي. اللي بعاير بالكوبايه بياخد كوبايه ونص. حلو. كوبايه الرز تاخد كوبايه ونص ميه. هو كده خلص ولا لسه؟ لا كده خلاص الرز خلص. خلاص خلص. تمام ماشي. هو كده الرز بتاعي خلص. الكبده دي كبده. زي طريقه الكبده الاسكندراني بالظبط. هو كده الرز بتاعي خلص. الكبده دي زي الكبده اللي احنا بنجيبها في العيش الكيلو. دي كبده بلدي. بالظبط كده. طبعا انا حاطط هنا في ليمون وفي حبان وفي ورق لورا، كل دي حاجات صحيه انت عارف. كل دي اعشاب. طبعا. تمام. بس انا كده الكبده خلاص. ما هي خلاص كمان خلصت؟ لا خلاص يعني دقيقتين ان شاء الله. طب نغرف كده الرز. طيب تمام. هاتوا الطبق طار المساعد. ما فيش مشكله عادي. الجميل اللي عندك. هاتوا طارق كده الرز. بس انا هطلع ايه؟ عايزين كده نوري الساده المشاهدين الحاجات اللي احنا عملناها في خلال الحلقه. يعني سريع جدا ما شاء الله عليه. فعلا تخصص عزومات. العزومات عايزه السرعه. مش احنا مثلا لما ندخل البيت نعمل صنف نقعد ساعتين ثلاثه والمواعين بقى قسطه. طيب هنغرف الرز وبعد كده نعمل القسطه. تمام. هات لي طرقات المعلقه كبيره. ده كاستر كمان صح؟ ده كاستر. كاستر ده يتحط بقى ويتحط في الثلاجه بقى شويه. يتحط في الثلاجه عادي. هو هيشد على طول. في ناس تعمله خفيف، في ناس تعمله تقيل، بس هو بيخش الثلاجه. تمام. وفي ناس بقى بتزوق وشه بقى على حسب بقى امكانيات كل بيت بقى. تمام. حاسب بس الكبده عشان ما تقعش منك. عادي الحاجات اللي فوق دي كلها احنا ممكن نشيلها عادي. تمام. لا باين طبعا اللون بتاع الرز. ممكن اطلع دي خالص. بعد كده ريحته مش عايزه اقول لكم، ده ما يعتبرش رز يعني. ده ايه؟ ريحته جميله فعلا. تسلم ايدك. يبقى كمان طبق. ده ايه؟ ده ليمون. ده ليمون. ده ليمون. ليمون مجفف. ده ليمون مجفف. الطبق كمان اخر. انا بالنسبه للكبده اخر حاجه ارميها الفلفل الالوان. هي خلاص انا ما حطيتلهاش لحد دلوقتي اي توابل لسه. هحط التوابل كلها في الاخر. التوابل بتحطها في الكبده في الاخر في الاخر خالص. تمام. انا ما حطيتش غير الثوم. والحاجه اللي انا اشتغلت بيها بس. ماشي تمام. هي كده خلاص الكبده ولا لسه فيها شويه؟ لا خلاص لسه فيها شويه صغيره. تمام. بالنسبه للحبان والورق اللورا ده كله ممكن احنا نشيله في الاخر يعني. هو بس حاجه بتتحط. ارفع الطاوله خلاص. تمام. زي طعم. طيب تمام. نكسر مع بعض. ماشي. طارق الكسر دي متقلب كويس؟ ماشي. لا خلاص مش شرط. بسم الله. هننزل واحده واحده علشان ما يعملش كتل معايا. هي الحله نفسها كان فيها ايه؟ كان فيها ميه وسكر. ميه وسكر. انا حاطط كيلو ميه. كيلو ميه بياخد نص كيلو سكر. تمام. يبدا يتقل معايا على طول. ده تقل على طول. مجرد بس اللي هو شم النار. شم النار بس عشان عاليه شويه. فاهم؟ انا بخاف بقى من الحاجات العاليه في كده ممكن مية بتحرق ال حط ميه. لا النار بس عشان عاليه شويه فهو ايه؟ تقل بسرعه. عادي ممكن نخفه بشويه ميه. لا
ثلاث ميات الازازات. هات الازازات. البقلالة دي دول اللي هو خلاص يعني كده هو خلاص، هو اساسا بيستوي بسرعه بس هي النار عليه. النار دي واطيه شويه. تمام. البقلالة نحط بعيد كده. شوف ما كمان طر. المفروض النار بتعمل على النار واطيه. خلاص انا كده. هو عامة المهلبية الكاستر هو رز بلبن كله بيبقى محتاج نار واطية، نار هادية عشان يستوي بس. وكده خلاص تمام، وكده الكاستر استوى معايا مش ناقصه اي حاجة. هو المفروض نار هادية بس يعني انا لازم برضه اشتغل على اي حاجة نار عالية اشتغل، نار واطية اشتغل. كده انا تمام الكاستر معايا. ماشي اوكي. طب تغرفه بقى؟ كده خلاص تمام. خلينا نخلص بقى كده. انا كده خلاص معايا. تمام. ملح حسب الرغبه، الملح كمون مش هكتر، سنه بسيطه. انا حطيت توم والتوم اساسي. انا في اي حاجه بشتغل بالتوم، طعم وريحه. لا ريحه طبعا واصله لي حاجه فظيعه. بص التقل بتاعه ايه، انا عامله تقل شويه علشان هو ايه هيتاكل على طول. هناكله، هيتاكل على طول ان شاء الله. هناكله هنا فلفل الوان على طول. تمام. حاجه كده لزوم كويس وفي نفس الوقت بيدي شكل. في ناس بقى اللي بتحب الحاجه تبقى حراقه قوي بتحط فلفل. في انا حطيت. حطيت؟ حطيت فلفل رومي وحطيت فلفل اخضر. تمام. بس عاد عشان مصدر ممكن نحط تاني. كده مش عايزه اقول لكم حاجه، كده عايزه اجيب عيش فيه وافتح واكل. هو كده يعتبر خلاص، انا كده خلاص يعتبر معايا استوى. في بقى معلش انا جايب زبده بلدي معايا في الاخر خالص بعد ما الحاجه بتستوي بنطعم بيها الاكل. انا حطيت في الرز وهحطه في الكبده. يعني انت حاطط في الاول معلقه زيت؟ حطيت زيت وحطيت زيت زيتون وحطيت معلقه زبده. طيب ماشي. ولما بتخلص خالص لما بخلص خالص دي بقى بتبقى زبده بلدي. زبده بلدي شايفه كده بتحط ايه؟ بحط معلقه او نص معلقه على حسب الكميه اللي معايا. بتديك تيست عالي. بتدي تيست عالي طعم مش اكتر. تمام. انا كده خلاص الكبده معايا يعتبر خلصت. خلاص بقى نحطها. نغرفها. ماشي اوكي. سن الزبده. يلا عشان الوقت عندنا خلاص. طيب تمام. تمام نغرفها بقى. طيب تمام. خلاص هي كده تمام. طيب. فين الطبق بقى اللي هنغرف فيه الطبق الكبده؟ وقت المعلقه ماشي. الكبده مش بتاخد سوا يعني بتاخدش وقت. ما تاخدش وقت. لا هات المعلقه كده خلاص. الكاستر ماشي عندك انت الحاجه خلاص كده عمل معلقة. كان هي اللحمه كان سالقها الرز البسمتي عملها اهو كده. الكاستر عمله، الكبده عملها، يعني خلص ما شاء الله عليه. مفيش معلقه اكبر من دي عشان ماشي عشان الوقت بس عشان كده خلاص كده ماشي. اي حد بقى عايز هيعمل عزومه او عنده مناسبه سعيده، عنده خطوبه فرح عقيقه، فورا يروح للشيف اسلام طه. فعلا هينقذكم من العذاب والقصص دي خالص يعني. هات طبق كده. مفيش؟ ماشي هات طبق مش صغير عادي. خلاص عامة انا كده خلاص عشان الوقت. طبق صغير عادي طارق في دي الكبده اهو واللحمه، الحاجات اللي انتوا بتحبوها في الافراح. طبعا عايزين ديك رومي بقى، عايزين الكلام ده. هو بيعمل كل انواع كل الاصناف على حسب امكانيات صاحب كل الفرح. طيب هو الوقت جري بينا جدا. طيب معانا وانا بشكركم بس يا رب نقدر ان احنا نكون قدمنا حاجه كويسه. بشكر المساعد بتاعك، عندك مستقبل قدامك كبير يعني. تمام وخلاص كده فقراتنا خلصت، واستنونا ان شاء الله في الاسبوع الجاي حلقه جديده، وفي مفاجاه الاسبوع الجاي. ف
هتروحوا فين الاسبوع الجاي الساعه 11 تفتحوا التلفزيون. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.